بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناتي على التليجرام، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. رح نحكي عن إندكس مايو بالنسبة للعملات الرقمية. طبعا أول نقطة الإندكس، تمام، هتلاقوا هون على اليمين. أوكي، هتلاقوا هون على اليمين شو مكتوب: Expected trend during May is down. يعني الترند متوقع خلال ما يكون داون. هلا في ناس حتقول لي بيتكوين هالفينج والكلام هذا والكلام هاد، هون انا عم اقدم لك دراسه، اوكي، حسب الاندكس، ما لها علاقه بمشاعري، ما لها علاقه شو عم يصير. الدورات الزمنيه هيك عم تقول، اوكي، فنحن حاعطيكم طريقه كيف تتاكدوا من هذا الكلام، ولكن يكون في اعتبارنا انه الاحتمال الاكبر يكون داون، يعني بتفكيرنا في العقل الباطن تبعنا انه ممكن يكون داون. اوكي، طيب نبدا مع الاندكس. 2 ماي توب، يعني 2 ماي يوم قبله يومين قبله بس مو اكثر، يعني 2 ماي هي النص، يومين قبله يومين بعده ممكن نشوف احنا توب. اوكي، 3 الى 4 مايو نلاقي بوتوم، شو معنى التوب؟ يعني انحياز السوق بعد هبوط. 3 الى 4 مايو انحياز السوق بعد صعود. 11 12 مايو انحياز السوق بعد منه هبوط. 13 مايو بوتوم انحياز السوق بعد منه صعود. 14 ماي توب انحياز السوق بعد هبوط. 15 ماي قاع انحياز السوق بعد منه صعود. 16 الى 19 مايو توب انحياز السوق بعد منه هبوط. هون حتلاقوا على اليمين دائرتين يتيمتين ما عليهم لا اسهم ولا شيء. ليش؟ لانه يوم 26 مايو الاندكس مو قادر يحدد، عم يقول لك هون الاندكس الشبكه العصبيه النيورال نتورك عم تقول لي 26 ماي يوم مهم، بس انا مو قادر احدد هو التوب او بوتوم. 30 ماي كمان يوم مهم، بس انا ما قادر احدد انه هو توب او بوتوم. اوكي، فنحن بنقبل الموضوع ولكن هي ايام مهمه، نقبل الموضوع على ما هو. اوكي، فلما اقول لك توب يعني انحياز السوق بعدها هابط. طبعا التوب ممكن يكون يومين قبل يومين بعدها، بشكل وسطي ممكن يكون بنفس اليوم. الترند العام متوقع يكون هابط حسب الاندكس. اوكي، طيب وين القمم الرئيسيه؟ انا مالي كاتبها هون. القمم الرئيسيه حتكون 2 ماي او 11 الى 12 ماي. اوكي، حتكون 11 إلى 12 أو حتكون 2 ماي. كيف بدي أعرف هذا الكلام؟ هلا حننتقل على الشارت لأعرف الكلام هذا. نفتح شارت البيتكوين، أوكي، نفتح شارت البيتكوين، نمسح كل شيء عنا، خلي شارت فاضي، نفتح فريم الديلي. أول خطوة شو بعملها؟ أوكي، عندي 2 ماي على الإندكس متوقع توب. أوكي، هذا أول يوم حسب الإندكس، يوم مهم، 2 ماي متوقع توب. أوكي، بحط خط على 2 ماي. طبعاً قلت أنا يومين قبله أو يومين قبله ممكن، أو يومين بعده ضمن هالرينج. أوكي، ممكن أحط هيك أنا 1 ماي. أوكي، أو كمان 30 لأنه يومين. أوكي، 3 إلى 4. أوكي، ممكن يكون 2 ماي، بحط مستطيل عندي هون. اوكي، هاي هي منطقة التوب تبعي. اوكي، منطقة التوب تبعي، بالاضافة انه هون متوقع تكون قمة رئيسية حسب الاندكس او 11 او 12. طيب كيف بدي اعرف انه قمة رئيسية؟ بكل بساطة شو معنات قمة رئيسية؟ يعني هي القمة حتغير الاتجاه المصاعد الى هابط. الترند الصاعد بتكون قيعان اعلى وقمم اعلى. اوكي، هذا هو قاع، هذا هو قاع. الترند الصاعد دائما بيكون قيعان اعلى وقمم بتكون اعلى، دائما ترند عم يصعد. امتى بعرف انه هي القمه اللي حتتكون هون فرضا هون؟ اوكي، 2 ماي. امتى بدي اعرف انه هي القمه هي القمه الرئيسيه؟ لما تكسر لي هذا القاع اللي قبله. طيب معناتها هذا الكلام شلون بعرفه انا؟ تكسر لي هذا القاع بتنزل لتحت، تكسر ساريا هذا القاع بتنزل تهبط تحته. اوكي، طيب كيف بدي اعرف هذا الكلام انه هل هي 2 ماي ولا 11 الى 12 ماي؟ فانا شو بعمل؟
بفتح الشعر تبعي، أمسح كل شيء للتبسيط. كيف فيكم تخلوا الخطوط نحن عملناها؟ اوكي طيب، بمسك انا هون وين يوم بفتح اول شيء الاندكس تبع الشهر الماضي، وضروري جدا تفتح الاندكس تبع الشهر الماضي. انا بقول لكم ليش. افتح هون في صورة للاندكس للشهر الماضي، شباب نزلينا. عندي يوم 2 ماي، شو اخر يوم؟ 29 ابريل بوتوم قاع. فبشوف يوم امتى القاع اللي قبلها كان 29 ابريل. امسك هيك المؤشر تبعي هون، هذا هو 29 ابريل على البيتكوين. اوكي طيب، يوم 26 حسب الاندكس كان عندي توب. اوكي فبشوف القمه والقاع اللي قبلها، هذا هو 26. اوكي طيب هون، طيب انا ماني شايف يعني ما لا قمه ولا قاع عندي، انا شايف بالعكس شموع صاعده. بقول لك كلامك صحيح، انت مو شايفهم، ولكن هي بالتحليل الزمني هي دوره زمنيه هابطه، يعني انا ماني شايف هبوط. بقول لك حتى تشوفها افتح فريم 4 ساعات، لاحظ هون اتجاه جانبي، لاحظ هاي المنطقة، هاي المنطقة كلياتها. اوكي هاي المنطقة كلياتها من 26 حتى 29 اتجاه جانبي. السعر ما له قدران انه يطلع، ما له قدران انه يخترق هاي المقاومة. اوكي ما له قدران انه يخترق هاي المقاومة. السعر ما له قدران يخترق هاي المقاومة، فهي الدورة الزمنية ليست صاعدة، هي هابطة. انت عدالي مو شايفها، اوكي؟ ولكن على 4 ساعات راح تشوف على الفريمات الصغيرة. مشان هيك بقول لك انا خدها من الاندكس. اوكي؟ خدها من الاندكس وافتح لها 4 ساعات او الفريمات الصغيرة مشان تشوفها. اوكي؟ حتى لو كانت شموع صاعدة. فخلص، اوكي؟ حط وين القاع هون؟ 29، هذا هو الرقم. اوكي؟ 7600. حطه تقريبا. حط الشارت تبعي بظبطه 7600. اوكي طيب، فهذا القاع لو تم كسره يوم 2 ماي خلاص اوكي تغير الترند الى هبوط. لو تم كسره لاسفل كسر 7600 فخلاص الترند تغير. وبالفعل بمسك الاندكس تبعي، فتح الاندكس تبعي، حط هون صح على هذا الاستطيل، بده صح ممتاز يا اندكس، انت بداون ترند واحنا دخلنا بداون ترند، كلامك صح. اوكي طيب، لو طبعا 2 ماي توب، بس نحن ما نعرف هل هي توب رئيسيه اما توب عاديه مثل التوبات ثلاثه تصحيح عادي، بعدين حيرجع يكمل صعود. طيب ممكن 2 ماي ما تكون هي التوب الرئيسيه، فشو الاحتمال الثاني؟ اعطيني اياه الاندكس، انا مالي كاتبه هون الاندكس، هي 11 الى 12 ماي توب. فانا بمسك اوكي 2 ماي حتكون عندي توب، هيهبط 3 الى 4 ماي، حيهبط هون 3 إلى 4 مايو. أوكي فبمسك أنا الإندكس تبعي حيهبط 3 إلى 4 مايو، بس ما حيكسر لي 7600، ممكن يعمل لي قاع هون. أوكي يرجع هون 3 إلى 4 مايو، يرجع يصعد حتى 11 إلى 12 مايو. أوكي بعدين 11 إلى 12 مايو إحنا قلنا الاحتمال الثاني يوم 11 إلى 12 مايو أنا ما حأشتري، لأنه أصلا أنا بتوب. أوكي فاجا كسر لي القاع تبع، بحط خط عند القاع الفعلي اللي بده يتكون هلا، ما تكون ب 3 الى 4 مايو، حط قاع خط عنده، لو تم كسره اوكي فخلاص الترند تغير الى هابط. وبقول للاندكس، الاندكس كمان مره ثانيه انت صح واتجاه تبعي اوكي تغير من صعود الى هبوط. اوكي طيب، شو في نقاط ثانيه؟ بس ذاتس اول بالنسبة للإندكس. طبعا ممكن نشوف احنا عملات ثانية، عندك مثلا اكس ار بي، خلينا نشوف الريبل. اوكي نفس الشيء، لو فتحت الريبل، الريبل ما حتشوف شموع هابطة، والصعود بدأ يوم 28 بالنسبة للريبل. طبعا في ناس حتقولي انت كاتب يوم 29 الصعود، اوكي انا قلت لك يوم 29، قلت لك يومين قبل يومين بعد، فانت لازم تتوقع اصلا قبل بيوم انه يبدأ صعود اوكي او يبدأ هبوط. طيب شو علامة الصعود أو وين النقطة اللي بدي أشتريها؟ لاحظ هون أنت من 25 إلى 28 أنت شايف اتجاه جانبي، مالك شايف صعود. لما كسر هاي القمة هي نقطة شراء حتمية. ليش؟ لأنه الإندكس عاطيك صعود. أوكي أنا بعرف قبل بيوم
بعد بيوم، ولكن بعرف ان اهم نقطة انه الاتجاه يصعد. فكسر هي القمة خلاص، انا ما بخاف من هذا الكسر انه يكون اختراق فالس بريك اوت يرجع يهبط، لا بعرف انه هذا اتجاه صعد اكيد، ودخل بشتري معه. نفس المبدأ، لو تم كسر هاي المنطقة، انا حطيت على الشارت تقريبا 0.20 او هيك شيء، لو تم كسر يوم 2 ماي فخلاص بعرف انه هي القمة الرئيسية تبعي والاتجاه تغير الى هابط. لو رجع هبط من 2 ماي الى 3 الى 4 مايو، رجع طلع الى 11 او 12، رجع يوم 11 12 كسر 3 4 ماي القاعة تبعها، فهون بعرف انه 11 او 12 ماي هي التوب الرئيسية تبعي. اوكي، هي التوب الرئيسية تبعي و شو اسمه التوب الرئيسية تبعي اوكي بعرف انه الاتجاه تغير. بس that's all بالنسبة للاندكس، وانا حطيت بعض الارقام بالنسبة لبقية العملات على الشارت. خلينا نشوف، عملت لينك عملت لينك لو شفناها. اوكي، وين يوم 26 24، لاحظوا يوم 25 بدأ هبوط، امتى طلع؟ يوم 28. اوكي، لاحظوا في فرق يوم، لكن هالشي ما بيعني انه غلط. بالفعل من 25 ل 28 كان هابط، بعدين بعد منه طلع صعب. اوكي، يوم 29 عمل هي شمعة الدوجي، يوم 30 كمل صعود. هلا اوكي، بما انه هاد قاع يوم 29، انا قلت برجع على الاندكس تبعي، يوم 29 هو قاع. اوكي، فبشوف وين النقطة تبعي، هاي هي النقطة واضحة، النقطة واضحة، هذا هو القاع. لو تم كسر 3.45 انا لازم اطلع من الشراء تبعي اللي هو طويل المدى اللي هو استثماري، وبشتغل مضاربات سريعة اذا كنت قادر اني اعمل مضاربات سريعة. ما لي قادر، لا ببتعد لحتى يتغير الترند وصاعد، وبشتغل مع الصعود. لو في عندي شورت ممكن ابدا بعمليات شورت على اللينك. نهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو واضح، حدا عنده اي سؤال ممكن يكتب لي اياه. اتمنى جميع التوفيق وتحياتي عماد جان.